السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نجاوب على الدرس ديال الصفحة 10، دائما مرجع المفيد في النشاط العلمي السنة الثانية. ما دور حاسة اللمس في اكتشاف المحيط؟ إذا انطلاقا من هذا العنوان فأكيد احنا غادي نتعرفوا على حاسة اللمس اللي سبق لنا شفناها في المستوى الأول، ولكن الأهم هو أننا غنتعرفوا الدور ديالها في اكتشاف المحيط، يعني كيفاش حاسة اللمس كتمكننا من أننا نكتشف المحيط. إذا هذا هو السؤال، ما دور حاسة اللمس في اكتشاف المحيط؟ إذا بالنسبة للمستوى الثاني هنا كإشارة فقط، فأغلبية الأسئلة أو لا سؤال التقصير نقدر نخرجوه غير من العنوان ديال الدرس، لان العنوان ديال الدرس الاغلبيه كنحطوه على شكل سؤال في المرجع، في هذا المرجع ديال المفيد الاغلبيه نقدروا يعني نستعنوا غير بالعنوان ديال الدرس باش اننا نصيغوا السؤال ديال التقصي. ولكن نردوا البال، دائما خصنا نبداو بالملاحظه ديال الوضعيه. طفل يحاول التعرف على اشكال مختلفه. اذا لاحظوا الفتاه هذه فهي مغطيه عينيها وكتحاول انها تكتشف هاد الخضار والفواكه اللي قدامها. بطبيعة الحال هنا بدون أن ترى، يعني أنها غادي تأخذ مثلا الفلفل ولا تأخذ مثلا التفاحة أو الموزة وتحاول تتعرف عليها انطلاقا من حاسة اللمس. هذا يعني أن حاسة اللمس كتمكننا من أننا نكتشف المحيط، كتمكننا من أننا نتعرف على شكل الأجسام، وبالتالي اننا نعرفوا هذوك الاجسام اشنو تيكونوا. مثلا تفاحه تقدر تتميز بالملمس او الملمس اللي كيكون عندها املاس، مثلا الخيار مثلا كيكون عنده دوك النتوءات اللي كتكون مثلا باينه وكيكون مثلا الشكل ديالو طويل الى اخره. فهنايا حاسه اللمس تمكننا من اكتشاف بالنسبه للوضعيه هنا شكل الأجسام. شكل الأجسام نطرح سؤال تقصي، ما دور حاسة اللمس في اكتشاف المحيط؟ علامات استفهام. نغير القلم. اقترح جوابا. هنا المطلوب مني انا كمتعلم ولا متعلمه انني نحاول نعطي واحد الجواب انطلاقا من هذيك الوضعيه اللي عندي. ممكن انا نقول بانه تمكننا حاسه اللمس من تعرف الاشكال، لانه ديجا راه كتبين لنا هذه العباره، هذه طفل يحاول التعرف على اشكال مختلفه، يعني ان حاسه اللمس تمكننا من التعرف على الاشكال. اذا غنكتب تمكنني حاسة اللمس من التعرف على الأشكال المختلفة. وغادي نمر الأنشطة الإنجاز. أنجز المناولات وأملأ الفراغ بما يلي. إذا لدينا الحرارة، الأشكال الهندسية، الضغط، الألم. إذا لاحظوا معي الفتاة في الوضعية الأولى تحاول التعرف على الأشكال الهندسية. إذا لدينا مكعب، هرم، أسطوانة، متوازي المستطيلات، كرة إلى آخره، فهي تتعرف الأشكال الهندسية للأجسام. كل جسم عنده شكل هندسي خاص به. إذا أتعرف الأشكال الهندسية للأجسام. بالنسبة للوضعية الثانية، هنا تمكننا حاسة اللمس من الإحساس بالألم عند التعرض لمصدر خطر، كمثلا هنا الحرارة، أحس بالألم أو أحس بالحرارة، بما أنه لدينا بطبيعة الحال
النار فهي تمكننا من يعني تعرف مصادر الخطر. إذا حاسة اللمس تمكننا من تعرف مصادر الخطر لتجنبها. إذا أحس بالحرارة. بالنسبة للوضعية الثالثة هنا، فالطفل يعرض يده إلى مثلا هذا الجسم إذا عبر الضغط، إذا فهو سيحس أولا بالضغط، لكن هذا الضغط المتواصل حتما سينتج عن الإحساس بالألم. إذا أحس بالضغط والألم. إذا خلاصة الدرس، تمكنني حاسة اللمس من تعرف الأشكال وكذلك الإحساس بالضغط والألم والحرارة. إذا نكتب هذه الجملة، تمكنني حاسة اللمس من تعرف الأشكال الهندسية للأجسام والإحساس كذلك والإحساس بالحرارة والضغط والألم. نمر الآن إلى أنشطة أثبت. إذن أملأ الفراغ بما يناسب. يتعرف الطفل على، إذا لاحظوا معي لدينا أشكال هندسية، مكعب، هرم، مبشور قائم، أسطوانة، كرة، متوازي مستطيلات. إذا هذا الطفل هو بصدد تعرف الأشكال الهندسية. إذا هنا غنكتب يتعرف الطفل على الأشكال الهندسية للأجسام. ثم بالنسبة لهذه الفتاة فهي تحاول الضغط على الأصبع، إذن فهي تحس بالضغط والألم. إذن بالضغط والألم، عفوا، إذن هنايا بالضغط والألم. بالنسبة للمعجم عندنا جوج ديال ليمو، عندنا بو جلد، عقلوا عليها مزيان، بو، وعندنا اللمس لو توشي، لمس. دونك هادي ماشي فيرب ماشي فعل، مي ستا مو ستا نون، لو توشي اللمس، لو توشي عقلوا عليهم مزيان، بو توشي. دونك فوالا، نتلاقاو ان شاء الله في الحصة الجاية باش نجاوبوا على ولا باش نشوف معكم الدرس ديال الحصة الثانية صفحة 11. ا بيانتو.